حيث عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لظاهرة اللباس العسكري أو ما يعرف بالبارا، فالمتجول في مختلف الشوارع تنتابه الدهشة لرؤية أغلبية الشباب بهذا الزي. فهل يعتبر لباس البارا موضة أم حب لأفراد الجيش الوطني الشعبي؟ التفاصيل مع صفوان أحمد عيسي. اللباس العسكري الذي تربى على عرش الموضة هذا الموسم وأصبح الأكثر طلبا لدى الشباب، ما جعل هذا النوع من اللباس يغزو واجهات المحلات. يا اخو انا نلبس على خشلا مود من نفسه وممتون الجيش هك تعرف منا ندعموه كدايا، ويا كل واحد وش يحب، واحد يحب على مود كدايا وواحد يحب يدعم. المتجول في مختلف الشوارع يلاحظ الاقبال الواسع على ارتداء الزي العسكري، فمنهم من يراه موضه وحسب اخرون يرتدونه حبا لافراد الجيش الوطني. لا مود قام يلبسوها وحاجه جديده، شو اللي دارت حاله فيسبوك ومنا اخويا باسكو لا مود انا نتبعوا لا مود، راهي بارا لا مود مشينا مع لا مود. بون باسكو نحب البارا من صغري، نحب الجيش هذا ما كان ماشي زعما لا مود ولا بيان سور لو كان ديجون لو كان يجاجيت. بالمقابل محمد في عقده الرابع يفضل دوما ارتداء اللباس العسكري وتجول بدراجته النارية العسكرية في كل مناسبة وطنية أو عطلة نهاية الأسبوع. وهذا الحويج أنا نحبهم بزاف، اللباس العسكري لي موطو سوسكي لي أرمي هذا كاعنا دوكا راهي ولات لا مود، الناس راهي تلبس دوكا ماذا بها تلبس لباس عسكري تلبس، وأنا راني مستعملو هذو تاع اللباس العسكري ولا العتاد هذا العسكري ولا اللي راها خرج ديجا العسكر ماشي يخدموا به نتاعنا درك، نستعملوا احنا ماذا بيا في الاعياد الوطنيه في المناسبات في نخرجوا نستعملوه، ما عندناش بالارم راه حمايه تاع البلاد تاع وطن تاع ربي ومن بعد يجي الجيش معه. اللباس العسكري موضه عادت بقوه في عالم الازياء، والشباب الجزائري لم يتاخر عن مواكبتها.